هنعمل مراجعه سريعه على المحاضره اللي فاتت، خليك معايا كده عشان نعرف المحاضره اللي فاتت دي المفروض هيجي منها في الامتحان النظري سواء من الترم او فاينل، عاوزين نعرف النظري هنجاوب ازاي. تمام، انا مش من انصار الحفظ، احنا هنحفظ بفهم، تمام، بحيث تعبر بالانجليش او بالعربي الاثنين صح بالنسبه لي، بس طبعا تعبر باسلوب كويس يبقى كلام مظبوط. تمام كده، مش كلام فرانكو بقى ولا الكلام اللي انت عارفه ده. تمام، طيب بص يا شباب، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، خد بالك النهارده احنا هنراجع على السنسورز ونكملها وندخل في حاجه جديده. مفروض الشابتر اللي بعد السنسور هو مين؟ هو المواتير او المحركات، يعني انواع المواتير والتفاصيل بتاعتها. بس انا هاجل ده ليه يا شباب؟ عاوز ادخل في اول نوع من انواع الروبوتك سيستم اللي هو السيريال مانوبليتور، عشان هيجي لنا مساله منهم حلوه في الميد تيرم. تمام، المواتير ما كانتش هتيجي مساله صعبه، فانا عاوز اجيب مساله صعبه، فناخد بقى مين؟ السيريال مانوبليتور ان شاء الله. طيب ركز معايا كده، الناس اللي ورا خالص، ها باشمهندس ماسك التليفون، اقعد انزل على الديسك من تحت. طيب خليك كده معايا. المره اللي فاتت يا جماعه اتكلمنا عن السنسورز، صح كده؟ عن ترتيب المنهج بتاعنا، قلنا ان عندنا اي روبوتك سيستم او اي ادفانسد ميكانيكال سيستم عباره عن ثلاث حاجات، حد فاكرهم يا شباب؟ اول حاجه ايه؟ ها؟ اول حاجه الجثه، صح؟ اللي هي الميكانيكال موديل بتاعنا، تمام؟ ده اول حاجه عندنا، ومفروض احنا خدنا كورسات سيروف ماشين وخدنا كورسات ماشين ديزاين وبقينا كده محترفين، يعني نعرف نعمل ايه؟ تصميم ميكانيكي، تمام كده؟ فاحنا المفروض هنعمل المفروض في الكورس بتاعنا ماثيماتيكال موديلنج، نعبر عن مين؟ عن التصميم ده بايه؟ بصوره معادلات رياضيه نطلع منها ايه يا شباب؟ نطلع منها معادلات الحركه، نقدر بعد كده نطلع منها الترانسفير فانكشن، نعمل منها الكنترول بتاعنا. ده اول حاجه، اوعى تتلخبط في الاستراكشر بتاع الكورس بتاعنا عشان تفهم الكورس صح. تاني حاجه يا شباب هي مين؟ هي الحواس بتاعه الروبوت بتاعنا او الحواس بتاع الميكانيكال سيستم. خد بالك معانا، احنا مش بنشرح حاجات روبوتكس، في حاجه بنشرح حاجات روبوتكس، تمام يا شباب؟ مش بنشرح حاجات روبوتكس، بنشرح ايه يا جماعه؟ بنشرح ميكانيكال سيستم زي خط التجميع اللي احنا خدناه المره اللي فاتت والشرح بتاعه. خد بالك انا ممكن اجيب لك في الميد تيرم صوره او سكيماتيك دياجرام كده لخط انتاج واقول لك ايه السنسورز اللي موجوده في الخط ده. انا عاوزك تفهم الموضوع كمهندس مش تحفظ حاجه، تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا السنسورز يمين هي حواس الروبوت، الروبوت من غيرها هيبقى اعمى واصم مش بيحس باي حاجه، عباره عن حاجه كده صامه بتاخد الامر وتنفذه وخلاص، ممكن تخبط في حيطه، ممكن تقع، ما تقدرش تكمل الحركه اللي انت عاوز تعملها ايه؟ تعملها بيه، تمام؟ فده مفروض السنسورز، هنكملها مع بعض النهارده، ومفروض الشابتر اللي جاي هناخد اول نوع من الروبوتك سيستم اللي هو السيريال مانوبليتور او الارم روبوت اللي انت بتسموه الارم روبوت. ليه هنبدا بيه يا دكتور؟ عشان ناخده باستفاضه كبيره جدا، عشان ده اللي هتشوفه فين؟ في المصانع بصوره كبيره جدا. انت لما تتخرج مش هتلاقي في المصنع موبايل روبوت ولا هتلاقي فلاينج روبوت، هتلاقي مين؟ هتلاقي الارم روبوت. احنا عاوزين ناخده بالتفصيل الممل حتى لو هناخد فيه محاضرتين او ثلاثه، بس عاوزك يعني تبقى انت فهمته واستوعبته كويس جدا. طيب ناخد كده مراجعه سريعه على السنسورز ونشوف احنا قلنا ايه المره اللي فاتت. كانت المره اللي فاتت محاضره فيها شويه ملل شويه، صح؟ كان معظمها نظري بس كان كلها تطبيقات انت هتحتاجها كمهندس. خد الكورس كانك قاعد بتسمع حاجه انت بتحبها، دي كلها معلومات هتفيدك عمليا. بالنسبه للامتحان احنا هنتفق عليه سوا، اقول لك هجيب لك ايه في الامتحان ومش هجيب لك ايه، تمام؟ مش عاوزين اكتر من كده، اهم حاجه نستفيد من الكورس استفاده كمهندس. طيب نشوف السنسورز يا شباب، احنا خدنا انواع السنسورز وخدنا مفروض تعريف السنسور. حد فاكر يا شباب تعريف السنسور ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ديفايس بيحول الطاقه من صوره لصوره ثانيه، صح كده؟ يعني لو عندي ميزان في البيت انا بقف عليه، ده مفروض وزن، صح كده؟ عاوز احول الوزن ده ايه؟ لصوره عباره عن داتا على الشاشه عندي، يظهر لي كداتا. طب الكلام ده بيتحول ازاي؟ ان انا مفروض الحركه بتاعت وزن ديت مثلا بتاثر على بيم معين، بيحصل له ديفليكشن، الديفليكشن ده يا جماعه بيغير في مقاومه كهربيه، فالكهرباء يا جماعه بتعمل لي ايه؟ تديني رقم على الشاشه عندي ويظهر لي في صوره ريزلت قدامي، فده مفروض السيستم بتاعنا. فاي سنسور بيتعامل بالصوره دي، وخدنا انواع كتيره جدا وابلكيشن كتيره جدا. يبقى تعريف السنسور ده سؤال يجي لك، عرف السنسور عباره عن ايه؟ عباره عن ديفايس بيحول الطاقه من صوره لصوره ثانيه. واتكلمنا المره اللي فاتت بسرعه عن مين؟ عن حاجه اسمها الريال تايم ابلكيشن. حضرتك وانت شغال في المصنع بتاعك بتبقى عارف المصنع بتاعك شغال ازاي، عارف السنسور اللي انت عاوزه، عاوز يكون الحساسيه بتاعته او استجابته سريعه ولا استجابته بطيئه، مش فارق معاك استجابته خالص، خلاص بتختاره بناء على كده. البادجت بتاعتك او الكوست بتاعتك معتمده على مين؟ على السنسيتيفيتي، مقدار الحساسيه بتاعته، على الاكيورسي بتاعته، على البريسيجن، والحاجات دي برضو ناقشناها المره اللي فاتت. يبقى انت الريال تايم ابلكيشن دي مش في كل الابلكيشن اللي انت هتشوفها، بس اهم مثال ايه يا شباب هو مين؟ هو الطيار الاوتو بايلوت سيستم. ده سؤال ممكن اجيبه لك، اقول لك اذكر لي مثال على الريال تايم ابلكيشن بتاع السنسورز هو مين؟ هو الطيار. يعني الحاجه تحصل على طول استجابه سريعه جدا ويديني الكنترول السيستم بتاعي واعمل فيدباك واغير النظام بتاعي بناء على مين؟ على الريال تايم ابلكيشن. تمام كده؟ طيب
طبعا كنا كان غرضي من المحاضره اللي فاتت اعرفك عن السنسورز الهامه اللي موجوده في السوق. انا مش هشرح سنسور بصوره نظريه، عندنا كورس كبير عن السنسورز. غرضي ايه يا شباب؟ تعرف السنسورز الموجوده جنبك في المحلات، ولو انت عندك فكره مشروع تستخدم ايه منها. ده المشهور اللي احنا بنتكلم فيه بس. وخد بالك محاضره النهارده كمان هركز على شغلكم في البترول. انا اشتغلت او اتدربت وانا طالب في البترول، واشتغلت فتره بعدها في احد الشركات، اتعاملت مع سيستمز هناك فيها سنسورز هتشوفها النهارده. ده هتفيدك لو انت ربنا كرمك كده واشتغلت ان شاء الله في احد الشركات اللي موجوده شغاله في قطاع البترول. فكل شغلنا في الكورس بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات عمليه. طيب السنسور ده يا شباب خدناه كمثال المره اللي فاتت. هقول لك يا باشمهندس اذكر لي مثال مطبق في الشوارع بتاعتنا. وخدنا مثال، فاكر عواميد الكهرباء؟ اهو ده عباره عن ال دي ار سنسور. ده بتستخدمه على فكره في ابلكيشن كتيره جدا. يعني بس موضوع العمود الكهرباء ده احد الابلكيشنز، بس الفكره كلها في ايه؟ كثافه الضوء عندي بتاثر في مين؟ في مقاومه السيستم بتاعي. يعني لو الضوء بتاعي كان صغير جدا جدا اللي بيحصل يا جماعه؟ الدايره بيفتحها وينور مين؟ وينور الكهرباء عندي، والعكس طبعا بيحصل. فده مثال واقعي عندنا. طيب نيجي طبعا خدنا بقى انواع كتيره جدا من السنسورز، وخدنا يعني الحاجات اللي بتشتغل بيها زي البريشر زي التمبريتشر، بيعمل حاجه بتشوف الالم، بتشوف البوزيشن، بتشوف الرطوبه، بتشوف اللون، انواع كتيره جدا جدا. طيب دي مهمه قوي، دي المفروض حاجه اسمها السنسور سيليكشن، الحاجات اللي بيعتمد عليها اختيار السنسور. طبعا اتكلمنا عن كل حاجه بالتفصيل وركزت على حاجه. مين يا شباب؟ هي مين؟ هي الكوست، صح كده؟ لو انت بتعمل شغال في ابلكيشن في حاجه اصلا مش مكلفه ليك او حاجه مش غاليه، خلاص اختار سنسور على قدها. تمام كده؟ ما تعملش مشروع التخرج بتاعك يكون متكلف كله على بعضه 5-6000 جنيه وبتجيب سنسور ب 10000 جنيه، صح كده؟ يبقى على حسب السيستم بتاعي، وكمان على حسب الليفل اوف اوتوميشن كمان. انت المصنع بتاعك متقدم او متطور او على قده، يبقى انت برضه بتجيب السنسور ايه اللي مناسب، اللي مناسب له. تمام كده؟ طيب. يعني مش واحد مثلا يكون عنده مصنع كرتون، مصنع كرتون سير ماشي عليه كراتين، غير مصنع مثلا بيعمل حاجات سيركتس مثلا. ده غير ده، ده الابلكيشن بتاعه غير ده. تمام؟ وطبعا ده اسكيماتيك مهم جدا لازم حضرتك تكون فاهمه وعارفه. ده مفروض لو قلت لك اشرح لي او ارسم لي الاسكيماتيك دياجرام بتاع اي سنسور عباره عن ايه؟ ده السورس اللي انا بقيس منه. يعني حاجه بقيس منها الوزن، بقيس منها الحراره، بقيس منها الرطوبه، ده السورس اللي داخل لمين؟ للسنسور. طيب في عندي حاجه اسمها السنسور ديتكتور اللي هو مين يا شباب؟ اللي اسمه ترانسديوسر. هتسمع الكلمه دي كتير جدا. ايه الترانسديوسر يا شباب؟ ده احد المكونات اللي جوه السنسور. السنسور ثلاث حاجات. الترانسديوسر عباره عن ايه يا شباب؟ بيحول من طاقه لطاقه ثانيه. طيب اللي بعدها مين يا شباب؟ السيجنال كونديشنر اللي بيعمل ايه يا باشمهندسين؟ ها؟ بيكبر الاشاره، بيعمل بيشيل النويز من الاشاره وبيطلع لي ايه؟ في صوره سيجنال مظبوطه اعرف اتعامل معاها. اخر حاجه طبعا الديسبلاي، وطبعا ناخد امثله كتير النهارده على الديسبلاي، حاجه مطبوعه تطلع لي في السيستم بتاعي، صوره تطلع لي على شاشه، تمام كده؟ الارم يطلع لي، دي كلها عباره عن ايه؟ الريزلت تبل ازاي؟ تمام؟ طب السنسور اللي قدامك ده لو بالصوره دي كده ده اسمه اوبن لوب. هناخد الكلام ده قدام لو احنا خدنا محاضرات عن الكنترول، هنحاول نظبطها. الاوبن لوب يعني ايه يا شباب؟ ما عنديش فيدباك رايح للسيستم، السيستم بياخد الامر وينفذه وخلاص، تمام؟ طب لو عندي فيدباك بقى يا شباب، طبعا ده مهم جدا، الحراره لو زادت عن حد معين السيستم يقف، زي العربيه عندي، صح كده؟ مش انت لو راكب العربيه والحراره زادت العربيه بتقف؟ في نوع من العربيات ما بيوقفش، يقوم ضارب وش السلندر بتاع العربيه يعمل لك مشكله. في عربيات ثانيه تعمل ايه يا شباب؟ تفصل الباور خالص والعربيه ما تشتغلش تمام معاك. تمام كده؟ حاجة لو الكهرباء زادت قوي بعمل نظام حماية للسيستم. لو أنت مش عاوز سنسور حط فيوز مثلا، طب أنت عاوز سيستم بقى محترم يوقف الإشارة بدل ما يخسر حاجة تحط له سنسور إيه؟ يشوف الموضوع ده كله. فأنت المفروض الفيدباك ده مهم قوي. طب خد بالك السنسور بقى لا إما يكون بيشتغل بكهرباء أو ما بيشتغلش بكهرباء. يعني يعني مثلا حاجة أنا بوزن نفسي عليها بتطلع لي قياس على الشاشة مثلا، دي مش محتاجة كهرباء عشان تشتغل. بس في نوع تاني يا شباب اوزان لازم احط الفيشه بتاعت الميزان عشان ايه؟ ينور، يبقى ده محتاج كهرباء، على حسب نظام العمل بتاعه او طريقه العمل بتاعته، تمام؟ طريقه العمل يعني يا دكتور يعني بيشتغل ازاي؟ في حاجات بتشتغل بنظام البيزو الكتريك مش محتاجه كهرباء، وفي تانية حاجه شغاله بايه يا شباب؟ شغاله بال مثلا بالحس الكهربي، يبقى لازم كهرباء، ودي خدناها في سلايد تاني. تمام كده؟ يبقى ده المفروض سكيماتيك دياجرام للسنسور، ممكن ايه؟ ممكن اطلبه منك. طيب. خدنا بقى السنسور كلاسيفيكيشن. تصنيف بتاع السنسور، لو قلت لك اذكرها لي ما تشرحش حاجه، اذكرها بس وخلاص. اول حاجه احنا عندنا انالوج وديجيتال، قلنا احنا مش بتوع كهرباء ولا بتوع الكترونكس، انا بس نفهم الفرق ما بين الاثنين. انالوج ده مفروض بيديني ايه يا جماعه؟ علاقه ما بين ايه؟ ما بين الانبوت والاوتبوت بتاعي، صح كده؟ لو انا عاوز اعمل بريدكت للحاجه بتاعتي بيبقى عندي كيرف كامل. حد عنده منحنى الاجهاد والانفعال مرسوم، صح كده؟ عارف في منطقه المرونه النقطه كذا.
لو جاب عند اي مكان يعرف اجيب المكان المقابل له او النقطه المقابله له. راح في منطقه تانية يبقى انا عند الكيرف اعرف اقيسها على طول من غير ما استعمل الجهاز بتاعي. طب الديجيتال بقى يا شباب لا بيقيس لحظيا وطبعا الدقه بتاعته بتكون كبيره جدا جدا. انا كمهندس اختار ايه يا شباب؟ لو عاوز باور قليله جدا واكيورسي عاليه جدا اختار مين؟ اختار الديجيتال. بس خد بالك سعره ايه يا شباب؟ عالي. لازم توازن ما بين الحاجات دي. خد بالك في الكورس بتاعنا برضو هنتطرق ساعات للحاجات الماشين ديزاين، هرجع لك شويه على الماشين ديزاين. ساعات العميل يقول لك يا باشمهندس ما تعديش ليميت معين للبادجت بتاعتي، فانت لازم تتشقلب جوه البادجت دي، ما ينفعش تعديها. طب لو عاوز تعديها بقى تعمل ايه؟ تقول له الاول خد بالك لو انا عديت هزود الجوده ولكن هنقص حاجه معينه وهكذا. فلازم الكورس دي تكون مهمه جدا بالنسبه لك وعامل مهم جدا. طيب طبعا دي مقارنه ما بينهم. نيجي مفروض بعد كده حاجه تانية اسمها الاكتيف والباسيف. اكتيف وباسيف هتشوف الكلمه دي كتيره جدا كمهندسين ميكانيكا. يقول لك اكتيف جوينت معناها ايه؟ معناها واصله ما فيهاش موتور. طب باسيف جوينت معناها ايه؟ واصله من غير موتور عادي. اكتيف معناها ايه؟ باور بتشغلها، باسيف يا شباب بتشتغل لوحدها او هي بتشغل او معتمده على حاجه تانية. فالاكتيف سنسور بيحتاج كهرباء، الباسيف يا شباب مش محتاج كهرباء، مش محتاج باور ايه سورس عندي. طبعا الكلام ده هيفرق معاك كمهندس في ايه؟ لو انت سيستم بتشغله ببطاريه تعمل حساب كمان مين؟ حساب السنسور منها. حد بيعمل مثلا فلاينج روبوت، اخطر حاجه في الفلاينج روبوت هي مين؟ هي البطاريه. ليه؟ عشان السيستم ما يقفش في الهواء ويقع، صح كده؟ فلازم البطاريه يكون لها ايه؟ لها حسابات معايا. عندي مثلا ار او في منزلها تحت الميه ببطاريه، اخد بالي ممكن تنزل في الاعماق ما اعرفش اجيبها تاني، فلازم البطاريه اعمل حسابي فيها. ودي ان شاء الله هنشوفها في المحاضرات عن الار او في والفلاينج روبوت. نيجي بقى الديفليكشن والنال، دي مش مهمه قوي. الديفليكشن ده يعني الصوره ميكانيكال بصوره، يعني حاجه بحته ميكانيكال، بضغط على بيم معين او جسم معين بيتغير بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي القياس بتاعي. طب النال يا شباب بقى، النال ده بيعتمد على التوازن. زي مين؟ زي الخلايا اللي انت شايفها دي. دي اسمها الويت ستون بريدج، دي مفروض خدناها في الكهرباء. يعني مفروض المؤشر ده دايما اتجاهه كده، الجنب ده يا شباب بيوزن الجنب ده. طب افرض احد المقاومات اتغيرت، ايه اللي يحصل للمؤشر يا جماعه؟ هيتغير، صح كده؟ فمفروض النال سنسور ده بيحاول يرجع المؤشر تاني للتوازن. طب هيرجع قد ايه؟ ده القياس بتاعك. فده نظام من احد الانظمه بتاعت مين؟ بتاعت السنسور، تمام كده؟ طيب نيجي بقى للمهم بقى، الكواليتي بارامترز. دي بقى اهم حاجه في المحاضره دي كلها، دي اللي هتسال فيها في اي انترفيو. اقول لك ايه الكواليتي بارامتر دي؟ قارن ما بين، ده سؤال في امتحان ميد ترم اكيد هجيبه لك في الميد ترم، قارن ما بين السنسيتيفيتي والاكيورسي ها والبريسيجن والريزوليوشن، الاربعه دول لازم اراجع لك عليهم. انت خدتهم في القياسات بس انا عاوز اراجع عليهم تاني. ليه؟ ان دي المفروض الاساسيات اللي هتختار عليها السنسور بتاعك. طب نراجعهم مع بعض بالفهم، ما راح افصل حاجه. السنسيتيفيتي يا شباب معناها ايه؟ انه يحس بسرعه، صح كده؟ يعني الريسبوند بتاعي ايه؟ سريع، ده معنى السنسيتيفيتي. اوعى تنسى الموضوع ده، افهمه عشان ما تنساهاش. ده السنسيتيفيتي. طب الريزوليوشن يا شباب، مش انت وانت قاعد على الكمبيوتر بتتفرج على فيديو يقول لك الريزوليوشن 1080، الريزوليوشن 720، تعرف يعني ايه ريزوليوشن؟ يعني تشوف الصوره ازاي، الدقه بتاعت انك تشوف الصوره، البكسل حجمها قد ايه، ده برضو ريزوليوشن اهو. بيقول لك السمولست انكريمنت، عندي جهاز مايكروميتر مثلا بيقيس بكسور الملي، ده ريزوليوشن. بيقيس 1/10 من الملي، بيقيس 1 مايكرون، ده الريزوليوشن بتاعي. السمولست انكريمنت اللي اقدر اقيسها ده ريزوليوشن، اوعى تتلخبط فيها بقى. طيب الاكيورسي، ايه الاكيورسي دي يا شباب؟ عندي حاجه مثلا طولها 10 سم، انا عارف ان هي طولها ستاندرد 10 سم، جيت اقيسها لقيتها مثلا 10 سم الا ملي، ها يبقى ده الاكيورسي بتاعك. الفرق ما بين القيمه الفعليه والقيمه ايه اللي المفروض اقيسها، ده الفرق ما بينها. انت عامل سيستم يقيس درجه حراره معينه هي المفروض 20، هو قاسها 19، ده الاكيورسي بتاعتي. لو حاجه بتقيس 19 و9 يبقى الاكيورسي كده اعلى. فهمناها ازاي؟ دي الاكيورسي، الفرق ما بين القيمه الفعليه اللي انا قيسها والقيمه ايه اللي المفروض موجود عندي. طيب نيجي بقى للبريسيجن، ودي مهمه قوي. البريسيجن معناه ايه يا شباب؟ التكرار، اعرفها دايما في دماغك كده. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي سيستم في مصنع، زي ما احنا خدنا مثال المره اللي فاتت، مفروض بينزل وزن يتقاس عن طريق اللود سيل وينزل في مثلا في باج معينه او سكر مثلا ملح اي حاجه. يجي يا جماعه اقيس مثلا الكيس ده، الاقي مثلا كيلو و10 جرام، كيلو و9 جرام، كيلو 8 جرام، كيلو 7 جرام، ده الريزوليوشن بتاعته يا جماعه ايه؟ سوري، دي البريسيجن بتاعته ايه؟ عاليه. ليه؟ كلهم تقريبا زي بعض. لو لقيت مره الكيلو ده كيلو 100 جرام وكيلو الا 100 جرام وكيلو 50 جرام، لا ده ما ينفعش، ده الاكيروس بتاعته بايظه، ها؟ والبريسيجن بايظه. تمام كده؟ يبقى البريسيجن عباره عن ايه؟ المفروض لو انت بتعمل ريبيت ورك
او بتقيس اكتر من مره. تمام كده؟ عندي مثلا تكييف في البيت بيوصل لدرجه الحراره اللي انا بطلبها منه في دقيقه النهارده. طب فوق تاني يوم يا شباب في نفس الظروف بتاعتي وصل في دقيقتين، في ثلاث دقايق، لا يبقى ده البريسيجن بتاعته بايظه. طب بيوصل لها في نفس الوقت يا شباب، يبقى ده مظبوط. طب انت كمهندس بقى تختار في المصنع تركز على دي ولا تركز على دي؟ على حسب الابلكيشن بتاعك. بص دايما ايه، ما عنديش دايما اجابه واضحه، لازم ايه اشوف الكونديشن كلها. تعود دايما كمصمم او كمهندس ميكانيكا في مصنع. طيب لو انا عندي خط انتاج كبير جدا جدا وبعمل منتجات كتيره جدا، يهمني ايه يا شباب؟ البريسيجن. طب الاكيورس اعالجها ازاي؟ دي سهله قوي. ازاي الكلام ده؟ انا مثلا واجهت المشكله دي، كنت بعمل روبوت وكنت مثلا لما اجي انزله 10 سم ينزل يخبط في الحاجه اللي انا بمسكها، يبقى هو كده بينزل كام يا شباب؟ 11 مش 10، صح كده؟ الاكيورس بتاعته فيها مشكله، كل مره بينزل 11 يبقى البريسيجن حلوه. يبقى انا اعالج الاكيورس ازاي بقى؟ بدل ما اديله سيجنال 10 اديله 9 يا سيدي، صح كده؟ او انا اعيد الحسابات بتاعتي. طب لو البريسيجن بايظه بقى، لا يبقى انت لازم تعيد التصميم الميكانيكي تاني كله. انت عندك مشكله في الجوينت نفسها، الجوينت فيها ديفليكشن، ودي اللي هنعالجها فين؟ في المحاضره بتاعه السيريال مانوبليتور كامل. تمام؟ يبقى البريسيجن دي لو عندك خط انتاج كبير جدا ملايين المنتجات بتطلع معاك، البريسيجن مهمه. طب الاكيورسي يا شباب بقى، لو منتج معين ومحتاج الدقه بصوره كبيره جدا، يبقى لازم ايه يا جماعه؟ اشوف الاكيورسي تكون مظبوط عندي. ده مهم قوي، ودايما الشكل ده هتشوفه في كل الكتب بتاعه القياسات. اهو بص الصوره دي كده، في عندي مثلا تخيل ثلاث نقط، تخيل انا ماسك بندقيه رش وبضرب على الدوائر دي. تمام كده؟ اهو على فكره انا بشرح لك ده ليه، ممكن تلاقيها في احد الكتالوجات في احد السنسورز، جايب لك حاجه شكل شبه الشكل ده. بص كده بقول لك الشكل ده مفروض الست نقط مش جايين في النص، يبقى الاكيورسي ايه يا شباب؟ واقعه، صح كده؟ ما جاش للسنتر، بس هما كلهم جنب بعض، يبقى البريسيجن ايه يا جماعه؟ هاي بريسيجن. تمام كده؟ طيب نيجي اللي بعدها، كلهم في السنتر يبقى دي هاي اكيورسي، وكلهم متجمعين مع بعض يبقى دي هاي بريسيجن. طب بص اللي بعدها كده، ها متفرقين عن بعض يبقى دي بور بريسيجن، ها مش قويه قوي، بس تقريبا في منهم شويه في النص وشويه حوالين النص، يبقى دي يا جماعه جود افريج اكيورسي، يعني تقريبا حلوه. طب بص اللي بعدها كده، بور اكيورسي ليه؟ النقط كتيره جدا بعيده، قليل اللي في النص، وكمان بور بريسيجن مش كلهم جنب بعض. فهمنا الفرق ما بينهم يا شباب؟ سنسيتيفيتي، ريزوليوشن، اكيورسي، بريسيجن، اوعى تنساهم في حياتك. طيب في برضو حاجه ثانيه عاوزك تعرفها كمهندس ميكانيكا، وكتير جدا مش بيعرفوها لو احنا بنعمل انترفيو مع حد، الباكلاش. الباكلاش ده دي الافه بتاعه الاجزاء الميكانيكيه، جزئين متثبتين مع بعض بيتحركوا بالنسبه لبعض، لازم الحركه تكون كنترولد، ما ينفعش يتحرك من نفسه كده، دي اسمها الباكلاش. ترسين متعشقين مع بعض بالصوره دي، في اي خلوص ما بينهم، الخلوص ده انا مصمم عليه تمام، ولكن ما ينفعش ايه يا شباب؟ يلقوا ببعض، هيحصل لي وير لسنه الترس، هيحصل لي نويز، وكمان ايه يا شباب؟ لو في عندي تزييت او حاجه هيحتاج ان انا اعمل له صيانه كل شويه. تمام كده؟ فالباكلاش ده مهم جدا. اهو جايب لك في الفيديو هنا مثال، مسمار الوز مع الصاموله بتاعته وتحركوا في حركه اكسيال ما بينهم، طبعا ده ما ينفعش، يبقى ده الباكلاش. طيب طبعا الريبيتابيلتي خلاص، واللينيارتي طبعا عشان لو انا اعمل بريدكشن للقيم بتاعتي. طبعا دي انواع السنسورز المشهوره عندي، وخدنا بقى مين البرنسبل اللي انا بقوم عليها السنسور او بعمل عليها السنسور. اول برنسبل عندي اللي هو مين؟ تغيير المقاومه، زي الزرار بتاع الفوليوم بتاع الكاسيت بتاعي، ده عباره عن ايه؟ ده زي البوتنشيوميتر كده، بغير او بلف بيغير المقاومه بتاعتي اهو، وممكن يبقى لينير او روتري. طيب النوع الثاني يا شباب ده الاكتف سنسور، اهو بقى بيحتاج كهرباء، ملفين فيهم كهرباء وبينهم مجال كهربي او فيض كهربي. لو الفيض ده يا شباب حاجه قطعته، هيحصل ايه يا جماعه؟ تغيير في الفيض ده، فاقدر اسنس الحاجه دي. تمام؟ طيب ده كمان مين يا شباب؟ مكثفات، مسافه بينهم ثابته. تخيل ده حاجه عندي سنسور وانا بضغط عليه من فوق، ها المسافه ايه يا شباب؟ هتتغير، صح كده؟ يبقى حصل عندي تغير في الفيض الكهربي، او الكهرباء اللي عندي او المقاومه عندي يا جماعه يطلع لي ايه؟ يطلع لي قياس للحاجه دي. اخر حاجه عندي بقى، ودي اهم حاجه في السلايد دي، مين؟ البيزو الكتريك كريستلز. دي موجوده في كل تقريبا السنسورز واي ديفايس ميكانيكال هتلاقي في مين يا جماعه؟ البيزو الكتريك. البيزو عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن نوع من الماتيريال بضغط عليه بقوه يديني ايه يا شباب؟ يديني كهرباء. طب لو انا اديت له كهرباء يا جماعه يديني ايه؟ يديني تغير في الحركه او يديني تغير في الانفعال بتاعه. طيب طبعا ده البوتنشيوميتر انواعه، وده اللينير، وده مين؟ وده الروتري، وده الانكودر اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، وده انواع المشهوره اللي انا بقول لك لازم تكون عارفها. طيب اتكلمنا عن السترين جيج المره اللي فاتت، قلت لك ازاي السترين جيج معناه ايه. طبعا السترين جيج ده هتلاقيه في كل المصانع،
مفيش مصنع ما فيهوش ايه يا جماعه قياسات وبيستعمل سترينج جيج، لازم تكون عارفه. ما ينفعش كمهندس ما تكونش عارف تستعمله ازاي. والفيديو ده يا شباب كنا شرحناه المره اللي فاتت بالتفصيل ازاي بتركبه. لو انتوا عاوزين الفيديوهات ممكن ارفعها لكم برده ايه على المنصه بتاعتكم. تمام. طيب اتكلمنا عن اللود سيل او الفورس سنسور، ده موجود برده في كل المكن بتاعنا. وقايم كله على مين يا شباب؟ على السترينج جيج. من الاخر كده بتاثر بقوه بتعمل اجهاد، والاجهاد بيعمل ايه يا شباب؟ انفعال، صح كده؟ او تغير في الابعاد. طب لما يتغير في الابعاد يا شباب والسترينج جيج ملزوق عليه، السترينج جيج هيحصل له ايه؟ طوله هيتغير، فيديني تغير في المقاومه فيقيس الحاجه بتاعتي. وخدنا طبعا الفيديو ده اللي كان فيه خط الانتاج، وده زي ما قلت لك ممكن اجيبه لك في امتحان، اجيب لك صوره خط انتاج كده واقول لك المكان ده ممكن يبقى فيه سنسور ايه، فلازم تكون فاهم الكلام ده. طيب ندخل بقى طبعا التكتايل سنسور اتكلمنا عليه. ندخل بقى يا شباب في مين؟ احنا خدنا برضو السوليد فلو. ركز بقى كده معايا، هنبدا المحاضره بتاعتنا. ده المفروض خدناه المره اللي فاتت، اتكلمنا عن حاجه اسمها السوليد فلو. يعني عندك سيستم في مصنع، وعندك مفروض منتج بينزل على سير، وانت عاوز المنتج ده تقيس الوزن بتاعه، ده اسمه السوليد فلو. طب السوليد فلو ده عباره عن ايه؟ عباره عن منتج بينزل اهو من الفيدر كده وبيمشي على سير، وانت بتقيس الوزن بتاعي، ده مفروض بيقيس الفلو بتاعي. طب افرض انت السيستم ده في مصنع بعيد عن عينك خالص، عاوز تعرف المكن شغال ولا لا، عاوز تعرف السيستم فيه مشكله ولا لا. بالساعات مثلا لو مكنه فيها سير، مش ممكن السير ده يتزحلق يقع من على المكنه دي، تفضل المكنه شغاله وانا اصلا ما عنديش انتاج، صح كده؟ فده لو عندي مكنه انا مش شايفه قدام عيني، السنسور بيحس بمين؟ بالفلو بتاع مين؟ بتاع الحاجه دي. بس خد بالك انت كمهندس ميكانيكا قوه بقى، ده مش هتشوفه كتير. ايه اللي هتشوفه كتير بقى؟ مين؟ الفلو ميجرمنت. ليه يا شباب؟ عشان شغل البايبنج بتاعنا، ده بقى بتاع شغل البترول بقى. انت دلوقتي عندك ماسوره فيها بترول ماشي، تمام كده؟ الماسوره دي موجوده تحت ميه، موجوده في الصحراء، بعيده عن عين الناس خالص، على حدود البلدان بتاعتنا. ازاي اعرف الماسوره دي شغاله ولا لا؟ الفلو اللي فيها ماشي مظبوط ولا لا؟ في شوايب فيه ولا لا؟ ده مين؟ ده الفلو ميجرمنت. ركز بقى معايا في الجملتين اللي اقولهم دول. انت عندك السيستم ده يا شباب شغال بمين؟ شغال بالالتراسونيك ويفز. ده عباره عن ايه؟ تخيل عندك الماسوره اهي، دي الماسوره بتاعتي، وده الفلو اللي شغال جواها. وانا عندي يا شباب ده التراسونيك سنسور A، وعندي هنا دي، الاثنين قدام بعض بالصوره دي. وعندي التراسونيك سنسور B، وعندي واحد ثاني قدامه C. ده شغال بايه يا شباب؟ شغال بالبيزو الكتريك كريستالز. يعني ايه؟ يعني انا بديله كهرباء يحصل له فايبريشن فيطلع لمين؟ يطلع لي الموجه بتاعتي اللي تمشي جوه الماسوره دي. طب بص كده معايا، مش انت الماسوره دي لو فاضيه، لو فاضيه والسنسور ده بيديني السيجنال بتاعتي، ده مفروض الترانسميتر بتاعي. فين الريسيفر يا جماعه؟ الدي، صح كده؟ هيروح من مين؟ من الاي للدي في زمن معين، وانا عارف سرعه الاشاره بتاعتي. يبقى كده الماسوره دي لو فاضيه هتبقى السرعه كامله بدون اي عائق قدامها، صح كده؟ طيب لو الفلو ماشي جواها يا شباب، مش السرعه دي يا جماعه هتتغير معايا، صح كده؟ يبقى كده اقدر اشوف اسنس في فلو ولا لا. تمام. طب بص بقى كده معايا، الماسوره دي لو السائل بتاعي نقي ما فيهوش اي شوائب، مش برضه يا جماعه الشوائب ده هتاثر في السرعه؟ يبقى برضه اقدر احس مين؟ احس بالشوائب الموجوده جواه. طب انت ليه يا دكتور عامل اتنين بقى قدام بعض كده؟ اقول لك ده فور مور اكيورسي. عشان ايه يا شباب؟ يبقى انا بقيس حاجه اسمها الاب ستريم ها والداون ستريم. يعني ايه الكلام ده؟ تخيل كده الفلو ماشي في الاتجاه ده كده، مش انت لو الاشاره طالعه من هنا هتبقى ماشيه مع الفلو يا شباب؟ صح كده؟ يبقى لها سرعه مع الفلو. طب لو انا بجيب بعمل ترانسميت من فوق هتبقى ماشيه عكس مين؟ عكس الفلو، صح كده؟ يبقى انا بقيس من اتجاهين مختلفين، اقدر اشوف السيستم بصوره اوضح واشوف الشوائب اللي موجوده جواه. طب ما انا كده بدرس على مكان معين، لو في مشكله ما اعرفش. لا لا لا، ما هو ده متقسم في خطوط بقى. انت مثلا عندك الخط 5 كيلو، كل مثلا نص كيلو في الحاجه دي، تمام كده؟ طب انا شفت السنسور اداني سنس في الحته دي يا شباب، يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي مشكله في المنطقه. اروح على طول بالفريق العمل بتاعي واشوف الايه؟ المنطقه دي. اقول لكم حاجه، مثال لطيف قوي. احنا زمان اول ما بدا الانترنت في مصر كان يبقى عندي مثلا اوصل السلك في الكمبيوتر، الانترنت فيه مشكله مش شغال عندي، فكنت بعمل ايه؟ اجيب العامل او الفني واخليه يمشي على البيوت بقى يشوف الاسلاك او السلك مقطوع ولا لا، فار واكله مثلا على سور بيت ولا فيه مشكله ولا حاجه. لو السلك ده فيه مقاومه جوه او حصل فيه شورت سيركت جواه ما بعرفش الكلام ده، لازم اعمل ايه؟ افك السلك كله واجرب سلك جديد. دلوقتي بقى في جهاز، الجهاز ده بيعمل ايه يا شباب؟ اركبه من الطرف ده واركب من الطرف التاني واشوف ايه يا جماعه؟ واشوف المكان اللي فيه القطع من السلك اهو. دي طريقه زي مين؟ زي الطريقه دي بالظبط. فانا دلوقتي عندي ماسوره طولها 10 كيلو، مجموعه مواسير، خط مواسير، انا عاوز اشوف المكان اللي فيه مشكله، احط مين يا جماعه؟ احط السيستم اللي انت شايفه ده. طيب
طيب المعادلات دي ما تهمنيش قوي، بس انا حاططها لك لمعرفتك انت. انا بحسب التايم ما بين البي والسي والتايم ما بين الاي والدي واقارن ما بينهم واشوف التايم عندي معتمد على مين، على طبعا القطر بتاع الماسوره، وطبعا على سرعه الاشاره عندي او سرعه الويفز عندي، وطبعا السرعه بتاعه الفلو نفسه. طيب ده السيستم شكله بصوره حقيقيه اهو، الماسوره وراكب فيها السيستم بالصوره دي. لو انت ملاحظ ان الحته دي بتكون حته صغننه كده، مش ماسوره كامله، ده عباره عن ايه، خاصه بس بمين، بالسنسور او بتركب فيها السنسور. طب هل الكلام ده دي الصوره الوحيده اللي موجوده؟ لا، هفرجك على شويه حاجات تانية عشان ان شاء الله لما تتخرج تبقى انت فاميليار بيها، تقول ده انا خدتها في كورس كذا. تمام كده؟ طيب شوف كده الفيديو ده كده ونشوف بقى الكلام ده بصوره عمليه بيتم ازاي. ان شاء الله لما تتخرج كده وتقابل الكلام ده عملي هتدعي لي ان شاء الله، تقول ده في واحد عندنا في الكليه كان يعني درس لي الكلام ده واداني فكره عنه. تمام؟ اهو التراسونيك فلوميتر اهوت بيديني اشاره كده، ده مفروض بقول لك يعني دي ال 20 جالون بير متر، ده مفروض بير مينت، دي مفروض السرعه اللي ماشيه اهو. ده هنا بقول لك مفروض الاشاره بتاعتي بتمشي جوه حبيبات السائل ده، وطبعا عشان حبيبات السائل ده عباره عن حاجات بارتكلز بتاثر على مين، على السرعه بتاعت الاشاره نفسها او السرعه بتاعت الجسم نفسه. ده بقول لك اهوت مفروض الالتراسونيك برنسبل بتاعي قايم عن طريق مين، البيزو الكتريك كريستال، اشاره بتطلع منها. طيب بص بقى السرعات بتتحسب ازاي. طبعا بقول لك ان الحاجات دي كلها بتاثر في مين، بتاثر في السائل نفسه، لازم اعرف الكونديشن دي كامله. لو الخط ده ماشي في صحراء غير ماشي في مكان في تلج، الحاجات دي كلها بتفرق معايا ولازم اراعيها طبعا وانا شغال. طيب ده المدى الالتراسونيك، شايفين البيزوليكتر كريستال اهيت مفروض بتاخد كهرباء، بديلها اشاره عندي، بيحصل عندي تحرك فايبريشن هنا كده ويطلع لي السيجنال اللي انا عاوزها، بتمشي بقى جوه السائل هنا. خد بالك ده مفروض الاب ستريم وده مفروض الداون ستريم بتاع مين، بتاع السائل نفسه. طبعا ده بيستقبل الاشاره تحت، العكس بقى بيستقبلها وبيحسب بقى السرعه ما بين ايه، ما بين الجزئين دول. مفيش حد بيشتغل الشغل ده الا مهندس ميكانيكا قوه بس. تمام، فلازم تكون عارف الكلام ده. بص اللي بيحصل هنا ايه؟ بقول لك انا بقيس التايم، الترافل تايم بتاع مين؟ جوه الفلويد نفسه. ده مفروض التايم اللي راحت الاشاره او اتحركت بيه الاشاره. لو السائل عندي واقف يا جماعه ما بيتحركش، اكيد التايم يا جماعه يختلف، صح كده؟ الفرق ما بين التايمز يا جماعه هي مين؟ هيديني مفروض الشوائب اللي جوه المعد اللي جوه السائل ده او الحركه بتاعت السائل نفسه. بيحسب طبعا الزمن في الحالتين. لا هو الميل ده عشان يبقى ماشي مع اتجاه السائل، ما يبقاش عمود على السائل نفسه، يبقى ماشي مع اتجاه السائل كده او كده او العكس. ايوه. على حسب السرعه بقى، قيمه السرعه نفسها. يعني السائل ده لو واقف لو ناقي تماما هتبقى السرعه لها قيمه معينه. بس التراسونيك سنسور يا جماعه ايه وظيفته يا شباب؟ ايه وظيفته؟ بيقيس يا جماعه، بيقيس المسافه، ساعات بيسموه البروكسيميتي سنسور، بيقيس المسافات. طب خد بالك من حاجه، الناس كلها بتستخدمه استخدامات ايه، ان عندها عربيه روبوت ماشي وايديه متعلق في النص كده او متعلق قدام كده، له استخدامات كتيره جدا. يعني على سبيل المثال احنا بنعمل روبوت مفروض بينظف الالواح الشمسيه، في خزان ميه الروبوت شايله، تمام كده؟ طب المستوى بتاع الميه عاوز اقيسه، يعني اخلي الروبوت ده يدينا الارم يقول لي الخزان قرب يفضى، املاه. اعمل الكلام ده ازاي؟ في حاجه اسمها ليفل سنسور، ده مخصص لكده. طب افرض انا عاوز استعمل التراسونيك سنسور، ينفع يا شباب؟ ينفع. احطه على مين؟ على الخزان من فوق، صح كده؟ ويديني الليفل بتاع مين، بتاع الميه. اقول له مثلا الخزان ده، الخزان ده مثلا ارتفاعه 30 سنتي، تمام كده؟ المفروض الاشاره لما انا استعملت الالتراسونيك سنسور اداني مثلا الطول بتاعها 27 سنتي، 25 سنتي. احط بقى في الكنترول بتاعي يا جماعه ليميتيشن بقى، اقول من كذا لكذا مثلا اللمبه تنور لونها اخضر مثلا، من كذا لكذا لمبه لونها اصفر، وهكذا. معايا يا شباب كده؟ يبقى الالتراسونيك سنسور ده بقيس بعد حاجه عن حاجه. طب طريقه العمل ازاي يا شباب؟ بص كده معايا، ده مفروض عندي هنا
حاجه بتدي اشاره، ها، التراسونيك سنسور يا جماعه، التراسونيك ويفز، وحاجه تانية يا جماعه بتستقبلها وبطلع المسافه عن طريق مين؟ حسابات السرعه، ها، والمسافه ايه اللي مشاها عندي. طيب اهو بصوره بسيطه جدا كده. طبعا ده كان من زمان، كان برضو بيستعملوه احيانا في السفن، عرفوا بعد سفينه عن الميناء وداخل على الميناء، تمام كده، او اي اوبجكت قدامي ده عباره عن حاجه بتدي اشاره هي، وبعدين ايه يا جماعه بترفلكت على مين؟ على الجسم ده، وبترجع تاني يستقبلها السنسور ويحدد القيمه بتاعتها. طبعا القانون بتاعنا اهوت، بحسب المسافه ازاي؟ الفي في تي في كوزين سيتا على مين؟ على 2. طبعا سيتا هي زاويه الميل بتاعه الاشاره نفسها، وطبعا يا جماعه الفي والتي هو مين؟ ها، هو التايم، والسرعه بتاعه مين؟ بتاعه السيجنال نفسها، تمام. طيب الكلام ده بقى لا، سطح الخزان ده هو بيخبط في الميه، في وش الميه، يعني هو بيوصل لاول سطح يقابله، اول سطح يقابله بيحصل ريفلكت، بيديني مين؟ بيديني المكان بتاعي، تمام كده. طيب السطح بس اللي بيعمل ريفلكت الاشاره، مش ممكن يغير منها؟ لا، هو على حسب، بص اقول حاجه، هو بيحصل ريفلكشن بس بدرجات محدده، بدرجات مختلفه. يعني الكلام ده هنشوفه دلوقتي، اللي انت بتقول عليه ده هتشوفه دلوقتي في تطبيق في الالتراسونيك بتاع اللي الدكتور بيستعمله مثلا عشان يشوف الجنين في بطن الام، او يعمل التراسونيك اشعه تلفزيونيه على جسم الانسان، ازاي بيفرق ما بين العظم واللحم والعضلات ازاي؟ ما هو كثافه الماده نفسها بتعكس الاشاره بطريقه معينه، تمام كده. بس انا مثلا لو انا سنسور محطوط على خزان ميه، اول ما حاجه اقابلها الميه، خلاص ده اللي انا بعمل ريفلكت عليها وباخد الاشاره بناء عليه، تمام ازاي؟ يعني بيعتمد على مين؟ على المفروض المكان اللي انت بتحط فيه الاشاره دي، تمام. بس انت لو في سيستم في انواع مختلفه من الاجسام هيشوفها كلها، تمام كده. بس خد بالك بقى من حاجه، لو انا عاوز بقى صوره للمكان ده لازم تستعمل سنسور بطريقه معينه يديك صور كتيره قوي قوي في زمن قليل جدا. ده بقى زي مين؟ زي الاشعه التلفزيونيه. يعني الاشعه التلفزيونيه عباره عن ايه اللي بتكلم؟ الاشعه التلفزيونيه عباره عن ايه؟ عباره عن صور كتيره جدا جدا، مثلا 100,000 صوره مثلا في الدقيقه، لمين؟ لمكان معين. فكده انت كونت كانها فريمز فوق بعض، فانت كونت صوره على مين؟ على المكان ده، تمام. بس انا عاوز اجيب لك برضو تطبيق يفيدك انت كمهندس ميكانيكا قوه. طبعا احنا برضو شغلنا فين يا شباب؟ شغلنا في السيارات، صح يا باشمهندسين؟ طيب في عندي حاجه في العربيه اسمها ايه يا شباب؟ اسمها مفروض الباركنج سنسور اللي موجود في العربيات، تمام كده. الباركنج سنسور ده شغال بايه يا شباب؟ الالتراسونيك. طب ازاي الكلام ده؟ برضو موجود في اماكن او اجزاء من العربيه، وحتى الوقت العربيات اللي هي مفروض السيلف اللي هي الاوتونوماس اللي بتقود نفسها بنفسها تعرف تركن نفسها ازاي؟ ان عندها سنسورز في كل مكان. طبعا معظم العربيات اللي عندنا يا شباب ما فيهاش الكلام ده، احنا بنعمل ايه؟ بنركب احنا السنسور ده جواه وبنحدد المسافه وبيدينا الارم جوه مين؟ جوه التابلو لو انا قربت منين؟ من مكان معين. بس احنا بنحطه دايما فين يا شباب؟ ورا العربيه. ليه؟ وانا بركن وخلاص، بس ما فيش في اي اجزاء من العربيه ثانيه بيكون موجود مين؟ موجود السنسور ده، تمام كده؟ طيب يبقى ده تطبيق فين؟ في الباركنج سنسور. دي بقى اللي انا بقول لك عليها من شويه بقى، ده التطبيق الطبي. ده التطبيق الطبي عندنا لمين؟ الالتراسونيك ويفز. الجهاز اللي انت شايفه ده هو مفروض مين؟ ترانسميتر بتاع مين؟ بتاع السنسور نفسه. بص بقى بيشتغل ازاي، برضه مبنى على البيزو الكتريك كريستالز، عباره عن كهرباء اهو، واخد الباور سورس هنا كهرباء يا شباب، وبيعمل فايبريت ليه الكريستالز دي ويديني مين يا جماعه؟ التراسونيك ويفز، وترتد تاني ويقيسها بس مرات كتيره جدا، ها، في الثانيه الواحده، فبيطلع لي فريمز ورا بعض ويطلع لي ايه يا شباب؟ صوره متحركه لمين؟ للمكان ده، زي مثلا صوره الجنين في بطن الام مثلا، تمام؟ تاني كده؟ بص هو مثلا بيحطه على منطقه معينه، تمام كده؟ هو بيعدي مثلا من جوه سمك الجلد، بعد كده يضغط في العظمه مثلا، فبيشوف المنطقه دي كلها. كل تشو من دي او كل مكان من ده له كثافه مختلفه، فبيديني ريفلكت بصوره معينه، ريفلكت بصوره معينه للمكان ده. لو انا كونت فريمز كتيره جدا في الثانيه الواحده كاني كونت ايه؟ كونت فيديو. عارف زمان ما كانوا بيعملوا افلام الكرتون؟ مش كانوا بيعمل صور ويحركها كلها ورا بعض؟ نفس الصوره بالظبط، نفس الفكره بالظبط، بس طبعا ده عباره عن 100,000 بلس مثلا في الدقيقه، فبيطلع لي ايه؟ صوره ايه؟ متحركه. دلوقتي الكلام ده بقى فيه اكيورسي عاليه، يقول لك ال4 دي وال5 دي ومش عارف ايه، بقت موجودة كتيرة جدا. في حاجة لسه عندك سؤال تاني؟ هو له مفروض له مدى في الحركة بتاعته. يعني عارف مثلا ان المسافة مثلا من هنا لحد مثلا ظهر الأم مثلا مسافة معينة، هو له رينج اللي هو الدايناميك رينج اللي احنا اتكلمنا فيه من الأول.
فاهم ازاي؟ برضو كل حاجه لها الابلكيشن بتاعها ولها الصوره بتاعتها. انت فاهم ازاي؟ جهاز الرنين المغناطيسي تصوره في السنسور غير مين؟ غير حاجه تانية، غير جهاز موجود فيه طبيب. جهاز ب 2 مليون جنيه غير جهاز ب 100,000 جنيه. كل حاجه ليها الابلكيشن والدايناميك رينج بتاعها. يعني اللي انت بتتكلم فيه ده مين؟ ده اسمه الدايناميك رينج. ده من احد الحاجات اللي انا بختار عليها مين؟ السنسور بتاعي. تمام يا شباب؟ طيب خلاص احنا قربنا نخلص خلاص السنسورز، ندخل بقى على مين؟ على الحاجات الصعبه بقى، ده حاجات سهله على فكره. تمام؟ طيب في حاجه عاوز اتكلم فيها، السموك ديتكتور اللي موجود قدامك ده. دكتور احمد انت بتكلمنا تاخدنا من العربيات تدوني السموك ديتكتور عشان حضرتك هتشتغل في الفاير فايتنج سيستم بعد ايه؟ بعد ما تتخرج، صح يا شباب؟ مش بتاخدوا دورات في الكلام ده؟ طيب الفاير فايتنج سيستم اهو ده احد الحاجات اللي موجوده عندي في اي فاير فايتنج سيستم. ده بيشتغل ازاي يا باشمهندسين؟ حد يعرف يا شباب؟ ما انا عارف ان بيحس بالدخان، بيشتغل ازاي جوه بقى؟ مقاومه بتتغير؟ تمام تمام في انا قربت. طب بص اقول لك حاجه طبعا هو في سيستمز كتيره جدا بتسنس السموك، تمام كده، او بتسنس اي غاز، بس السموك بالذات مش زي اي غاز. ليه؟ الدخان يا جماعه بيكون الدخان نفسه حاجه فيزيكال كده بتاثر على اي حاجه. يعني مثلا لو بيعدي شعاع ضوئي هيقطع الشعاع الضوئي، تمام كده. في غازات شفافه ما بتعملش الكلام ده، انا بتكلم عن السموك الدخان. بص كده معايا، ده اول نوع اهوت. ده عباره عن ايه؟ ده عندي مثلا زي ترانسميتر كده بيديني شعاع ضوئي، ها، والشعاع ده يا جماعه بينعكس على المرايات دي كده وبيجي لي فين يا جماعه؟ بيجي لي عند الريسيفر ده. يعني في حاجه بتديني شعاع ضوئي والريسيفر بيستقبلها. تخيل بقى لو عندي دخان، ها، عدى ما بين الاشاره دي، هيقطع مين يا شباب؟ هيقطع الخط الضوئي ده. فيعمل ايه يا باشمهندسين؟ يفتح الدايره فيدينا الارم ايه، ويعمل لي ايه؟ ويعمل لي بعد كده مثلا ينزل لي ميه من السيستم او ايه او حاجه. يبقى ده اول كونسبت عندنا عن طريق شعاع ضوئي. الكونسبت الثاني بقى مين يا شباب بقى؟ عن طريق التفاعلات الكيميائيه. يعني بيحس بثاني اكسيد الكربون مثلا فيديني زي، عارفين الشريط اللي احنا كنا بنستعمله زمان لما كنا بنشوف قياس السكر في الدم احنا صغيرين واحنا طلبه؟ خدتوا الكلام ده؟ ما خدتوش قبل كده في العلوم؟ مش الكلام ده كان ايام انا البتاع ده، تمام كده. كنا بنجيب بصله كده اقول لك السكر، نسبه السكر في البصله قد ايه، كنا بنجرب على البصل يعني، تمام. عباره عن شريط صغير كده، تمام، بتحطه على مكان في سكر فيتغير لونه بسبب ايه يا جماعه؟ التفاعلات الكيميائيه بتاعته. تمام يا شباب؟ فده نفس الكلام برضو، بتغير عندي اشاره كهربيه بسبب تفاعل كيميائي مع الدخان وبتديني الارم عليه. بيكسر الشعاع ازاي؟ ما انا بقول لك اهو، تخيل كده عندي زي الليزر كده، يعني في عندي شعاع كده اهو بالصوره دي مثلا. الشعاع ده فيه دخان دخل في المنطقه دي، قطع الشعاع باي صوره، فاللي حصل؟ حصل انتربت للشعاع ده فيدينا الارم ان في حاجه حصلت. ده فاهم ازاي؟ الارم ده مثلا مفروض بعد ما ينطلق الالارم ده ايه اللي بيحصل؟ مثلا في ميه تنزل، تمام كده، او صفاره انفرتر. الضوء شغال على طول، هو شغال برضو اكتف، ده اكتف سنسور. الضوء ده جواه ده زي الليزر كده، زي الليزر بالظبط، شعاع ليزر. فاهم ازاي؟ وده اكتف سنسور شغال دايما ايه يا جماعه؟ بالكهرباء اهو، متوصل دايما بالكهرباء بتاعتي. ده اكتف سنسور، في شعاع ضوئي مستمر موجود عندي. خد بالك النوع ده ارخص من النوع ده. وخد بالك في بقى نظام سيستم في الاثنين مع بعض. يعني ممكن يبقى يا جماعه ضوء مثلا، يعني سوري، دخان يا جماعه او غازات ملهاش دخان بمعنى دخان، فيحسها ازاي يا جماعه؟ يحسها بالصوره دي. يعني في سيستمز فيها الاثنين مع بعض. ان شاء الله لما تتخرج كده هتعرف ان في سيستم بيكون سيمبل، بيكون فيه نوع واحد، وفي حاجه اسمها جنرال سيستمز، فيها ايه يا جماعه؟ اكتر من نوع بيقيسوا باكتر من صوره مع بعض. تمام؟ ده الرين سنسور خدناه قبل كده او اتكلمنا عنه مره قبل كده، فاكرين؟ صح كده؟ بتاع العربيه الكابورليه اهو، موجود على جنب العربيه، والعربيه بتقفل لما تحس بايه؟ بالمطر. طبعا الكلام ده كله ده كلام فارغ في العربيات، اهم حاجه عند الاستخدام الزراعي اهو بالصوره دي. بيكون موجود عند اطراف الصوب الزراعيه، وده مشروع شغالين عليه حاليا. صوبه مثلا بتبقى عباره عن نص اوتوماتيك، يعني بتقفل وتفتح ايه؟ لوحدها، مش ثابته. معتمده على مين يا شباب؟ على الرين سنسور اللي موجود عندي. حاجه بسيطه جدا. طب بيشتغل ازاي يا باشمهندسين بقى؟ شايف؟ ده نظام الشغل بتاعه. عندي برضو حاجه بتدي ضوء، ها، تنعكس كده 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 وتروح عند المكان ده. طب افرض بقى في حبات مطر هنا يا شباب، هيحصل ايه للشعاع الضوئي يا باشمهندسين؟ هينحرف، صح كده؟ فبالتالي مش هيوصل بنفس الكثافه لمين؟
للريسيفر بتاعي، وبالتالي برضو يا جماعه يديني مين؟ يديني الالارم بتاعي. يعرفوا للعلم بالشيء، ممكن تحتاجه في احد التطبيقات اللي عندك. طيب احنا خدنا سنسورز كتيره جدا معتمد على البيزو الكتريك كريستالز. احنا عامله عشان الميه، يعني المفروض ده مثلا موجود على الاز عربيه، فالمكان ده هينزل له ميه كده. لو حاجه تانية برضه هو يعمل ايه؟ ومفروض بيقفل العربيه ويفتحها، بس انا مفروض عامله عشان الميه بالذات. لو حاجه تطبيق زراعي، حتى لو الصوبه قفلت، حتى لو حاجه تانية شوائب تانية جت عليه مش مشكله، بس اهم حاجه في حاله الميه ايه؟ يقفل ويحميني النباتات بتاعتي. تمام. طيب نيجي بقى المفروض الكونسبت اللي احنا ما خدناش قبل كده فيه، اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو مفروض تغير الفيض الكهربي او المجال الكهرومغناطيسي بتاعي. دايما الحاجات اللي بتكشف عن المعادن تعتمد عليها يا جماعه على الطريقه دي. تخيل عندي السنسور هنا كده بيديني مجال كهرومغناطيسي، تمام كده، وعندي ميتال هنا. الميتال ده يا جماعه لو دخل جوه المجال يا جماعه هيعمل ايه؟ تغيير في المجال ده، وبالتالي اسنس الحاجه دي. طيب نيجي حاجه اسمها اللايدر سنسور. الشاشه مقطوعه من هنا. اللايدر سنسور ده هتسمع عنه بس مش هتشوفه كتير. ليه؟ ان السنسور ده تقريبا بيوصل ثمنه الاف الدولارات، محدش بيجيبه قوي. ده بيستخدم في ايه يا شباب بقى؟ ده مفروض النظريه بتاعته بتقوم ان انا بعمل اشعه ليزر كتيره جدا جدا. الاشعه دي يا جماعه بتشوف بعد الاماكن عن بعضها. يعني تخيل كده معايا ان انا عاوز اعمل سكان بيسموها الخرائط الطبوغرافيه، اعمل سكان لمسطح معين بالجبال بقى بالانهار بالحاجات اللي جواها دي كلها. اعمل الكلام ده ازاي؟ اركب اللايدر سنسور في طياره وتعمل ايه يا شباب؟ تبعت اشعه ليزر سريعه جدا جدا وتستقبلها يا جماعه وتديني مين؟ وتديني رسم للكلام ده كله. طبعا ده بيستخدموه في المباني، بتوع مدني بيستخدموه كتير جدا في المنشآت والحاجات دي كلها. وطبعا في مفروض كشف ايه؟ كشف المدن نفسها او يعمل سكان للمدن. الاقمار الصناعيه بتستعمله طبعا عشان الاماكن الطبوغرافيه او اماكن المدن نفسها. طبعا عشان وقتنا الفكره كلها قايمه على مين؟ على شعاع ليزر بينطلق من اللايدر سنسور ويرجع لي تاني وبشوف الاماكن بتاعتي وبعمل سكان للمنطقه دي بالكامل. طيب اخر حاجه هناخدها يا شباب حاجه اسمها التاير بريشر سنسور. ده هتلاقيه برضو في العربيات. ده كتير جدا بقى ويطلعوا نفس الوقت، وكل شويه بقيس المسافه بتاعتي. فبالتالي اطلع ايه؟ اطلع الكيرفيتشر بتاع المكان نفسه. تمام كده؟ طيب خليك معايا كده، خلاص ده اخر سلايد في المحاضره دي، مش المحاضره بتاعت النهارده، في المحاضره دي. هقلب على المحاضره الثانيه دلوقتي. تمام؟ بتبقى كبسه لما اجيب ثانك يو وبعدين ايه ارجع تاني افتح حاجه تاني. طيب معلش، التاير بريشر سنسور عباره عن ايه يا شباب؟ طب ممكن تبقى مثلا ماشي بالعربيه بتاعتك والتاير بتاعك مخروم مثلا وبينزل الهواء بتاعه، وممكن في نص الطريق يقف بيك العربيه نفسها. طب انا عندي بقى التاير بريشر سنسور ده بيحس بمين يا جماعه؟ بيحس بالضغط اللي جوه الاطار نفسه. في بعض العربيات الحديثه كمان ممكن تنفخ الاطار نفسه، يعني ايه؟ تزود الهواء بتاعه، زي العربيات الشاص اللي بتقف الجبال مثلا، فيها اصلا كومبريسور بينفخ مين؟ بينفخ العجل نفسه. طب بحس بالكلام ده ازاي؟ عن طريق السنسور ده. تمام؟ بيحس بالبريشر وبيشوف الليمت.